لكن انا بتكلم عن مواقف معايا المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. مساء الخير يا سياده المستشار. انا ما بتفرجش عليك طبيعي. طب الحمد لله. هسألك ثلاث اسئله. اتفضل. قدام مصر كلها عشان تعرف انت بتقلي ادبك عليها ليه. انت كان مقدم عضويه لنادي الزمالك وانا رفضتها؟ ما حصلش. يبقى كذاب. والله يبقى ما حصل. مصر بكره كلها. والله ما حصل. يا راجل. والله ما حصل. استماره عندي. لو استماره عندك بتوقيعي. هو يا قصه توقيعك دي؟ طب انا لسه عبد الناصر عبد الناصر انا مالي ومال عبد الناصر زهيري؟ انا قدمت لك استماره بتوقيعي ان انا عايز ابقى عضو في نادي الزمالك. لازم تعرف الناس عشان انا رفضت عضويتك عشان انت نصبت على العمودي. العمودي ده سياده المستشار، العمودي ده مش انت خدت منه مليون جنيه سياده المستشار ووكلك في قضيه علشان خاطر تشتغلوا القضيه وابنك راح باعها ب 5 مليون جنيه؟ اسمع بس انا ارد عليك. ارد عليك بس انت بتقول لي العمودي، العمودي ده مش كان عامل لك توكيل وانت خدت منه مليون جنيه ورحت بعت ورق القضيه لرجب الحسيني ب 5 مليون جنيه؟ مشكله. انا بسالك، انا محامي. طب ما انا بسالك اهو. ما انا برد عليك. لو انا ناصب على واحد انت ناصب على مصر كلها يا مرتضى. انا مش عايزك تاخدك الوسع شويه يا عم. انت ناصب على مصر كلها وشاتم مصر كلها. اقول لي طب رصيدك في البنك كام؟ وكنت بتاخد ال 8 جنيه تعملهم 18 جنيه وال 10 جنيه بتدخلهم في جيبك، واولادك خدوا صفقات وفلوس قد ايه؟ يا مرتضى احترم نفسك وسنك ومكانتك. انت راجل رئيس لنادي كبير، انت راجل رئيس لنادي كبير، خليك محترم وبطل تعرف الناس على بعضها. بلاش بطل كلمه تانية احتراما للقناه. يا مرتضى العمودي ده انت خدت منه مليون جنيه، جالك قال لك انا عايز ارفع قضيه، خدت منه ورق القضيه وبعته لواحد اسمه رجب الحسيني ب 5 مليون جنيه. يا ضاد انت ناصب على مصر كلها. سيبك من ان هم واقفين وراك ولا دوله بتعمل لك، وانت عارف الاعتذار اللي فات يا مرتضى جه ازاي. انت عارف ان انت طلعت وقلت ان صوتك بيقلب صوت مره واحده ست يا مرتضى، وانا ما غلطتش فيك يا احمد يا سعيد، وما حصلش ان غلطت فيك، وكان موجود عبد الناصر الزهيري وكان موجود سامي عبد الراضي، وانت يا مرتضى وعارف كويس قوي ان انا ما اعتذرتش، وانت قمت بوست دماغي الاول. انا بقول لك قدام مصر كلها لو راجل وذكر يا مرتضى يا منصور ذيع فيديو التسجيل. يا ضاده خف نفسك، ومش احمد سعيد اللي يتعامل معاه البقين دول، اعملهم مع اي حد تاني يا ضاده. فاصل وناخد الكابتن مؤمن. يلا.